ما يجلس مفترشا، وسن وضع يديه على فخذيه، وقبض الخنصر والبنصر من يمناه، وتحليق إبهامها مع الوسطى، وإشارته بسبابتها في تشهد ودعاء عند ذكر الله مطلقا، وبسط اليسرى. نعم، ثم يجلس مفترشا كما ذكرنا، يفترش رجل وينصب الأخرى، ويسن أن يضع يديه على فخذيه، هذا في حال ماذا؟ التشهد الأول، جلسة التشهد الأول. يضع يديه على فخذيه ويقبض الخنصر والبنصر من يمناه، الخنصر والبنصر كذا، ويحلق الإبهام كذا، ويشير بسبابته. واضح يا أخوة؟ وهم عندهم الإشارة من غير تحريك، يعدون التحريك عبث، فيشير يستمر في الإشارة هكذا. واضح؟ الخنصر والبنصر مقبوضة، الإبهام محلق مع الوسطى، ويشير بسبابته. واضح؟ قال وإشارته بسبابتها من غير تحريك كما ذكرنا. وعندهم إن لم تكن له سبابة أو كان فيه ما يمنع من الإشارة مثل جرح أو نحو ذلك، ما يشير، يعني ما هو مثلا يقول بشير بالأصبع الأخرى ولا بالسبابة لليد اليسرى، يترك الإشارة عندئذ. فهذه مما لا بدل له عندهم. قال الإشارة هذه تكون، قال في تشهد ودعاء عند ذكر الله مطلقا، عند الذكر في أثناء التشهد، وهكذا إذا دعا فإنه عندئذ يشير. البعض لا يشير إلا عند التشهد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ومن خلاص يهون. لا، المشروع أن يستمر كلما ذكر أو دعا، ومن باب أولى إذا تشهد عند الشهادتين ثم يتشهد. نعم، ثم يتشهد فيقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم، هذه إحدى الصيغ، وبناء على القاعدة التي ذكرناها في أول الدرس بالأمس، يختارون صيغة ويعتبرون هذه الصيغة هي السنة ويجيزون ما عداها. ولماذا اختاروا هذه الصيغة؟ لأنها صيغة متفق عليها بين الفقهاء، وهذا من أسباب تقديمها على غيرها. نعم، قال ثم ينهض في مغرب ورباعية مكبرا، ويصلي الباقية كذلك سرا مقتصرا على الفاتحة. نعم، وهذا ظاهر. نعم، ثم يجلس متوركا فيأتي بالتشهد الأول، ثم يقول اللهم صل على محمد، وسن أن يتعود فيقول أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، وتبطل بدعاء بأمر الدنيا. نعم، ثم يجلس متوركا يعني على وركه، وينصب قدمه اليمنى كما هو معروف. وماذا يفعل بالرجل اليسرى؟ يخرج رجله اليسرى من جهة قدمه اليمنى. هذه هي صفة التورك، وهي إنما تكون في التشهد الأخير عندهم، بمعنى أن الصلاة التي ليس فيها إلا تشهد واحد مثل الفجر أو الثنائية لا يتورك فيها، إذن هي تورك في التشهد الثاني في الصلاة الرباعية أو الصلاة حتى الثلاثية كالمغرب. وهذا يدل عليه ما جاء في حديث أبي حميد الساعدي في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى المفترشة، ونصب الأخرى وقعد على مقعدته، وهو الورك ما يكون من فوق الفخذ. نعم، والمشروع له أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يتشهد ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، قد جاءت صفة هذا كما ذكرها المؤلف هنا. وأيضا يتعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، وهذه قد جاء النص عليها كما في حديث أبي هريرة
فليستعذ، إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع. وهذا الحديث أفاد عندهم فائدتين. الفائدة الأولى إن هذه الأربع يستحب ماذا؟ التعوذ بها بعد التشهد. الفائدة الثانية إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مستحبة وليست واجبة، لأنه لم يأتي بها هنا بعد التشهد، وإنما قد تشهد فليستعذ. والمعلوم أن التشهد لا يشمل على الصلاة، وإنما الصلاة لها صفة أو صيغة إضافية، وإن كان الحنابلة لا يأخذون بهذا لأنهم يستدلون بأدلة أخرى في إيجاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي هذا في باب الأركان والواجبات إن شاء الله. أيضا أن يستعيذ بالله من المأثم والمغرم، وقد جاءت في رواية أيضا مع هذه الأربع الاستعاذة من المأثم والمغرم، كما ثبت في الصحيح أيضا في حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في صلاته يقول اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. المأثم والمغرم، المغرم الدين، والمأثم ما يكون من إثم. وهذا يا إخوة من الأدعية المهجورة عند كثير منا للأسف. ثم يستحب بعد ذلك أن يدعو بما شاء، بما أحب، بما أحب. ولذلك جاء في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه، أحبه إليه فيدعو به. لكن كما ذكرنا عند الحنابلة لا يجوز لك أن تدعو بأمر دنيا، بل يبطلون الصلاة بهذا. نعم. ثم يقول عن يمينه وعن يساره ثم عن يساره. نعم. ثم يقول عن يمينه ثم عن يساره السلام عليكم ورحمة الله، مرتبا معرفا وجوبا. نعم. ثم يسلم ويرون التسليم، ويرون التسليم وجوبه يمينا وشمالا، فلا يجزئ لو اقتصر على تسليمة واحدة، وإن كان قد قيل به، فيسلم عن يمينه ويسلم عن يساره، ويكون ذلك مرتبا، بمعنى لا يبدأ بالشمال أولا وإنما يبدأ باليمين، وكذلك معرفا. إيش معنى معرفا؟ للتعريف. يعني أحسنت، يعني يقول السلام، ما يقول سلام عليكم، فلو كان عندهم منكرا لم يصح، فإن تعمد ذلك بطلت صلاته. وهكذا الشأن في كل واجب، في كل واجب لا يأتي به المصلي عامدا، لكنه لو فعله سهوا فإنه عندئذ يجبر بالسجود في غير هذا الموضوع، أما هذا الموضوع يأتي به مرة أخرى. قال المؤلف رحمه الله وامرأة كرجل لكن تجمع نفسها وتجلس متربعة أو مسدلة رجليها عن يمينها وهو أفضل. نعم. وامرأة كرجل في كل ما تقدم من صفة الصلاة، إن كان ذلك في قيامها وقراءتها إلى آخره. قال إلا ما ذكرنا فيه إن الرجل يجافي، فإن المرأة بخلافه. ولذلك قال لكن تجمع نفسها، يعني فلا تجافي عضديها عن جنبيها، وذلك في نحو الركوع والسجود كذلك. قال وفي الجلوس، في الجلوس للتشهد تجلس متربعة. كان ابن عمر يأمر نساءه أن يتربعن حال التشهد، قد بعضكم يعجب من هذا. نعم، هذا هو المذهب. هذه الجلسة في التشهد بالنسبة للمرأة أستر، بخلاف ما لو توركت ولا مثلا جلست على عقبيها أو إلا افترشت، فإنه سيظهر معه بعض تفاصيل جسدها. فانظر يا رعاك الله كيف والمرأة بين يدي ربها في صلاتها يسعى دينها إلى سترها وصيانتها. وبعض النساء تجدها ربما للأسف في الأسواق ولا في غيرها تتبرج وتكون سافرة، وهذا من المفارقات العجيبة. ثم يقولون أنتم تشددون في الستر أو في الحجاب أو في
التبذل وعدم التزين، فيقال انظر كيف يكون ذلك. ومنه تعلم كثير من الألبسة للأسف أو العباءات التي فعلا تزين المرأة ولا تسترها إنها غير مشروعة. قال تجلس متربعة أو مسدلة رجليها عن يمينها. السدل يا إخوة مراده أن تكون الساقين على جهة اليمين كلاهما، كلا الرجلين. شوفوا هذا في نوع من الاجتماع، في نوع من الاجتماع، ولذلك يعتبر من أو تعتبر مثل هذه الصفة. وقد جاءت عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وكان ذلك لكونه أستر في حق المرأة، تعتبر مثل هذه الصفة عندهم أفضل. ولذلك قالوا أو تسدل رجليها عن يمينها، وقلنا أن هذا جاء عن ابن عن عائشة، والسدل أفضل، أفضل من التربع. التربع جاء عن ابن عمر في أمره لنساء أو لبعض نسائه. نعم. ثم يشرع بعد ذلك بالأذكار. الأذكار المؤلف لم يشر إلى الأذكار للاختصار، وإلا فإنه يستحب له أن يأتي بالأذكار عند الصلاة سرا، لا يستحبون الجهر بها خلافا لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. طيب. وكره، وكره فيها التفات ونحوه بلا حاجة، كره فيها في الصلاة أن يلتفت. والالتفات يا إخوة من غير استدارة، يعني تلتفت وأنت متجه للقبلة، لكن لو التفت بجسدك فلا يعد عندئذ التفاتا وإنما انحرافا عن القبلة، فتفرق بين هذين الأمرين. وعليه فما يظنه البعض من إن مجرد الالتفات خاصة من الصبية ونحوهم مبطل للصلاة غلط عند جماهير أهل العلم، والمذهب بخلافه. فالمذهب يرون إنه ماذا؟ إنه مكروه، لكن الصلاة صحيحة، ولا يجبر مثل هذا أيضا بسجود سهو كما يظنه البعض. والدليل عليه ما جاء عن عائشة لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. نعم. وإقعاء وافتراش ذراعيه ساجدا وعبث وتخصر وفرقعة أصابع وتشبيكها وكونه حالقا ونحوه. الالتفات كما ذكرنا مكروه، والقاعدة يا إخوة في كل مكروه إنه متى كان ثم حاجة فإنه إيش تزول عنه الكراهة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل رسولا جعل يلتفت في الصلاة ينتظر ماذا يكون ناحية الشعب. الإقعاء أيضا من المكروهات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إقعاء كإقعاء الكلب. أي صفة الإقعاء؟ صفته أن ينصب قدميه ثم يجلس على إيش؟ عقبيه. تعرفون العقب؟ وش الفرق بين العقب و العرقوب؟ العرقوب مؤخرة ما هو خلف الكعب. العقب يا إخوة هو في الحقيقة شفت الرجل، العقب هو هذا اللي هو زاوية الرجل، وهذا الذي جاء فيه النص ويل للعقاب من النار. ولذلك البعض يعني هذه القدم مثلا العقب هو هذا الزاوية، هذا الذي لا يصله الماء، ما هو كما يظن البعض اللي خلف الكعب، هذا عرقوب، هذا غالبا يصله الماء. المشكلة دائما في هذه الزاوية، ولذلك الجلوس على العقب مع نصب القدمين إقعاء مكروه، لأنه بصفة إقعاء الكلب، وقد نهي عن إقعاء كإقعاء الكلب. وأشد منه صفة أخرى أيضا يذكرها الحنابلة وهي أقرب إلى الكلب، وذلك أن ينصب قدميه ويجلس بينهما على إليته. واضح يا إخوة؟ يعني بدل ما يجلس على القدمين يضع إليته على عقبيه، يضعها على الأرض ثم القدمين مرفوعة يمينا وشمالا، وهي صفة غير كونها شبيهة بصفة الكلب ومكروه، هي صفة قبيحة. نعم. افتراش الذراعين،
افتراش الذراعين حال السجود، وذلك بأن يلتصقا بالأرض. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. نعم، العبث والمراد به الانشغال. بعض الناس أبد ما له أهم في الصلاة لها أشماغ، كل شوي زين، يا ما رفع غترته، يا ما نزلها، يا ما يعني حتى التشخيص ما يجي إلا بالصلاة. وهذا شيء غريب الحقيقة، وهو نوع من إشغال الشيطان له. فلتنسى أن عليك غترة أثناء الصلاة، أن تقابل ربك زينها قبل أن تصلي ثم دعها. أما الانشغال بها والتماهي فهو صارف عن الخشوع. تصلي بلا قلب صلاة بمثلها، يكون الفتى مستوجبا للعقوبة، تظل وقد أتممتها غير عالم، تزيد احتياطا ركعة بعد ركعة، فويلك تدري من تناجيه مخبتا وبين يدي من تنحني غير مخبت. فلذلك المرء الحقيقة ينبغي ألا يكون حاله حال كم من مصل ليس له من صلاته سوى الخفض والرفع. التخصر أن يجعل اليدين على الخاصرة، أن يجعل اليدين على الخاصرة، والخاصرة هي ما يكون من عظم فوق اليتين على الجانبين، على الجانبين. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل مختصرا، وله مثل ما يظن بعض الناس التخصر أن يجعل يديه تحت سرته، لأنهم يستحبون هذا أصلا، وإنما أن يجعلهما على الخاصرة. والخاصرة كما ذكرنا، قد ذكرت عائشة أن ذلك من فعل اليهود. السادس من المكروهات عندهم فرقعة الأصابع أيضا، وتشبيكها لما في ذلك من العبث والانشغال، وليس هذا من تقدير الصلاة قدرا، وهو واقف بين يدي الله، ولو كان يقف أمام أحد من له وجاهه ما فعل هذا، فكيف أمام ربه جل وعلا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى الصلاة فلا يشبكن يديه. هذا هو رايح للصلاة وهو خارج إليها، فإنه في صلاة، لأنه في صلاة من تظر الصلاة، وهكذا هو في صلاة ما خرج إليها. وأيضا من المكروهات أن يكون حاقنا، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافع الأخبثان، وأن يكون بحضرة طعام يشهيه، وذلك أيضا لما يصرفه عن الخشوع. كل ما كان صارفا عن الخشوع فهو مكروه. نعم، قال بعد ذلك وإذا نابه شيء، وإذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى. إذا ناب المصلي شيء في صلاته، يعني عرض شيء يستدعي التنبيه، فإنه يشرع للرجل أن يسبح فيقول سبحان الله. وعند الحنابلة يشرع التهليل والتكبير والتحميد، لكن لا تفعل كما تفعل في العشر تظل تهلل وتكبر، لا، مرة واحدة فقط، وهي المرة التي يحصل معها التنبيه. فلا يقصرون هذا على لفظ الحديث فليسبح، وإنما يصححون ما كان بمعناه، ويرون أن الصلاة لا تبطل به. المرأة تصفق، المرأة تصفق لكمال سترها، وذلك جاء في الحديث إذا نابكم أو رابكم أمر فليسبح الرجل ولتصفق النساء. نعم، ويزيل وصاقا ونحوه بثوبه، ويباح في غير مسجد عن يساره، ويكره أمامه ويمينه. نعم، إذا كان المرء يحتاج إلى البصاق، فإذا كان في المسجد فلا يبصق فيه، لأنه خطيئة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم البصاق في المسجد خطيئة، في تلويث أيضا للمسجد. أما إذا كان خارج المسجد فيبصق عن يساره ولا يبصق عن يمينه، ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تنخم أحدكم فلا يتنخم قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه